تحية لكم من جديد مشاهدينا الكرام. سأنتقل من صنعاء إلى البيضاء، حيث هنالك الكثير من التطورات فيما يتعلق بتقدم المقاومة التي واصلت إلى مديرية ذي ناعم بعد أن سيطرت بالكامل على جبل كعواش وطردت الميليشيات الانقلابية منه، وأيضا تقدمت وسيطرت على عدد من المواقع القريبة من الجبال التي كانت مسيطرة عليها الميليشيات. الأخ محمد سالم الطيابي هو قيادي بمقاومة البيضاء معي على الهاتف لمناقشة آخر التطورات هناك، ثم سأحاول العودة إلى أم الحارث لمواصلة المحور الأول إلى أن يتم التواصل معها إذا أمكن. طيب محمد سالم الطيابي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي الكريم، مرحبا بك على قناة يمن شباب. بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، يعني اتهم رئيس مقاومة البيضاء عبد القوي الحميقاني يعني الميليشيات بقتل عدد كبير من المواطنين تحت بطأة التعذيب، ضعنا في صورة ما حدث حول هذا التعذيب، وأيضا إلى أين الآن تقدمت المقاومة؟ تحياتي لكل أخواني المستمعين. في محافظة البيضاء تم تحرير جبل كعواش بعون الله سبحانه وتعالى وأبطال المقاومة وندعوهم بدعم مقاومة البيضاء بعدد من كتائب الجيش من اللواء 117. وكذلك محافظة البيضاء تعاني من كثير من جانب الدعم وحمايه الشرعيه بهذه المقاومة، ومع ذلك هي تقدم البطولات والتضحيات الكبيرة، ومع ذلك هي تقوم بقتل عدد كبير من تلك الميليشيات، كما تقوم تلك الميليشيات بحصار منطقة ولد ربيع مما أدى إلى مقتل امرأة وهي حامل كانت ذاهبة إلى المستشفى، ولكن تلك الميليشيات منعتها مما أدى إلى وفاتها. وكذلك يتم استهداف الرعاة وماضين الطرق من قبل تلك الميليشيات، نعم، مما أدى إلى مقتل كثير من رعاة الأغنام ومن ماضين الطرق، وكذلك عدد كبير منهم في السجون، وكذلك تم تعذيب بعضهم في السجن، حتى أن ولد الشيخ الحميقاني تم تعذيبه في السجن حتى توفي وما تزال جثته لدى تلك الميليشيات. أها، ماذا أيضا يعني فيما يتعلق بموضوع التعذيب بالذات، يعني هل هناك أرقام أخرى يمكن استعرضها من خلالك؟ البيضاء مثلها مثل بعض المحافظات، وهذا هو عمل تلك الميليشيات، هو تعذيب المساجين واعتقال الناس في الطرقات، حتى أنه ليس لهم علاقة بالمقاومة لكنه يتم اعتقالهم في الطرقات أثناء مرورهم في نقاط تلك الميليشيات، ومع ذلك تم تعذيبهم، وقد تم تعذيب أعداد كبيرة من السجون، منهم كذلك الذي خرج من السجن قبل فترة الضابط عبد الرب الحميقاني، كان في السجن برداع ثم دمار وتم تعذيبه، وقد تحدث لبعض الوسائل الإعلامية بذلك. نعم. طيب هناك معلومات ميدانية تؤكد أن الحوثيين أيضا يدفعون بتعزيزات كبيرة منذ أيام إلى مواقع كثيرة في البيضاء من أجل استعادة بعض المواقع التي سيطرت عليها المقاومة، كيف يمكنكم الآن التعامل مع هذه التعزيزات الكبيرة؟ هل أنتم جاهزون لصدها إذا صحت هذه التقارير؟ المقاومة مستعدة وجاهزة للتصدي لتلك الميليشيات رغم قل العتاد، وندعو الشرعية إلى لفت النظر إلى مقاومة البيضاء ودعمها بأعداد من كتائب اللواء 117 حتى يتم الوقوف معهم ومساعدتهم، كون القوات المسلحة تكون منظمة ولديها أسلحة أكثر مما يجب أن يكون بيد المواطنين. نعم، أنتم الآن من خلال هذا البرنامج، من خلال يعني قناة يمن شباب، ما هي رسائلكم إلى سواء التحالف أو السلطة الشرعية فيما يتعلق بدعمكم للثبات في مواقعكم والتقدم أكثر والتغلب أو مواجهة هذه التعزيزات؟ ما هو المطلوب؟ ندعو رئاسة الجمهورية مطلوب رئاسة الجمهورية عبد الله منصور، وندعي التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إلى لفت النظر إلى محافظة البيضاء ودعمهم بعدد من كتائب الجيش وتسليحها من أجل أن يتم تحرير محافظة البيضاء بوجود عدد من الجيش إضافة إلى أبطال المقاومة الذين مستعدون أن يدافعوا عن بلادهم وعن دينهم وعن عرضهم حتى آخر قطرة في دمائهم، وهم لا يطلبون غير ذلك، ولا يطلبون لا مناصب ولا وظائف ولا رتب، إنما يريدوا الدفاع عن بلادهم ويتم استلامها من قبل
الجيش والأمن للمحافظة على أمنها. نعم، طيب فيما يتعلق بالوضع الإنساني الآن في المنطقة، الحصار الشديد على البيضاء يعني كان حصيلته الكثير من الأرقام فيما يتعلق بالوفيات أثر الحصار الخانق على البيضاء، وأيضا كثير من الإشكالات الحاصلة بسبب هذا الحصار. حدثني عن الوضع الإنساني. الوضع الإنساني كما ذكرت لك في محافظة البيضاء مثلها مثل محافظة تعز مثلها مثل المحافظات التي تحاصرها تلك الميليشيات، فهي تعاني في الجانب الصحي وتعاني في الجانب الغذائي وتعاني في جميع الجوانب أبناء محافظة البيضاء منذ أن قامت تلك الميليشيات بالانقلاب على الحكم في اليمن. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا محمد سالم الطيابي القيادي بمقام